وزي ما قلنا ان مهرجان العالمين بيرضي كل الفئات سواء الاعمار الصغيره او الكبار، وكمان بيرضي كل الناس سواء بتحب تعمل انشطه فيها يعني مجهود بدني كبير او انشطه مريحه. الناس اللي غاويه روقان وبتحب كوبايه الشاي والطاوله في المشهد اللي كلنا بنعرفه، احب اقول لكم ان في منافسات حاميه جدا وقويه للغايه موجوده في بطوله مصر للطاوله المؤهله لكاس العالم، وكانت موجوده في العالمين الجديده. منافسات قويه كانت موجوده النهارده في البطوله، هنتعرف عليها أكتر من الأستاذ أحمد بكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية. أستاذ أحمد مساء الخير وبرحب بيك. مساء النور على حضرتك وعلى جميع الأستاذ المشاهدين. أستاذ أحمد، أنا عايز أعرف بس في البداية إيه هي الألعاب الترفيهية اللي بيضمها الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية؟ إحنا الألعاب الترفيهية اللي بيضمها الاتحاد إحنا الطاولة والدومنة والراكت والفوت بولي والكولف بول. طيب بالنسبه لمشاركتكم في مهرجان العالمين الجديده وفكره ان يكون في بطوله مؤهله لكاس العالم، كلمني بتفاصيل اكتر عن البطوله وشكلها عامل ازاي وازاي كانت المشاركه فيها. احنا طبعا دكتور اشرف صبحي كان من البدايه موجه ان احنا نستغل مكان زي العالمين، هو طبعا مقصد سياحي كبير جدا في الشرق الاوسط ومكان ليه اهميه كبيره جدا في المنطقه، فاحنا عملنا اربع بطولات مش بطوله واحده، احنا عملنا بطوله طاوله وبطوله دومنه وبطوله فوت فولي وبطوله كورف بول وبطوله باكت. البطولات دي كلها مؤهله لاختيار عناصر المنتخب اللي هيشارك في بطولات العالم، وكان مسموح كمان للساده الزوار بتوع العالمين ان هم يبتدوا يمارسوا ويشاركوا في البطولات دي كمان. يعني الموضوع ما كانش مقتصر على اللاعبين المحترفين؟ لا لا، كان كمان مسموح للساده المصطفين وزوار منطقه العالمين، وده كان يعني كان توجيهات دكتور اشرف صبحي ان احنا نسمح لجميع الزوار ان هم يقدروا يشاركوا، وفي كان عندنا كشافين موجودين لو اي حد تنطبق عليه الشروط ان هو يقدر يمثل منتخب مصر يكون الكشافين عندنا بيختاروه على طول. الاعمار اللي كانت مشاركه في البطوله دي ايه يا استاذ احمد؟ احنا كانت الاعمار مختلفه، احنا كانت اعمار في ناشئين كان عندنا تحت 15 سنه وكان عندنا فوق ال 25 سنه وفوق 18 سنه، يعني كنا عاملين كذا مرحله سنيه مختلفه موجوده في كل نشاط، لان احنا البطولات دي كانت نهايه التصفيات لاختيار عناصر المنتخب في كل نشاط من اللي انا قلته. طيب انطباعاته كانت ايه عن مهرجان العالمين وفكره ان الاتحاد الالعاب الترفيهيه شارك بشكل عام بكل الالعاب مش الطاوله بس زي ما انت قلت؟ طبعا انشطه الاتحاد كلها الميزه فيها ان هي بتسمح ان هي تقوم على جميع انواع الملاعب، يعني احنا كنا عاملين انشطه في الملاعب الرمليه اللي كانت موجوده في العالمين، طبعا شاطئ العالمين تمتاز بالرمله بتاعتها والجو بتاعها، احنا كنا بادئين في نص اليوم والناس كانت مبسوطه جدا. طبعا انا عاوز اقول لكم ان احنا اول ما فتحنا لينك الاشتراك بتاع البطوله حوالي تقريبا في خلال ساعه كنا الاعداد كلها كملت، وكان في عندنا اعداد زياده جدا، بس طبعا ما كانش مسموح لنا، يعني كانش يقدر المكان ما كانش يقدر يستوعب الاعداد دي كلها، الناس كلها كانت عاوزه تيجي تشوف العالمين المقصد السياحي الكبير اللي موجود. طبعا العالمين كمان الميزه فيها ان اللعيبه ما فيش اي ملل حسوا بيه، لان كان في كمان فقرات ثانيه كتير موجوده ثقافيه وفنيه كانت موجوده في منطقه العالمين، فاللعيبه كانت مبسوطه جدا، وعاوز اقول لك ان في طلبات كتير جدا من اللعيبه تقدمت لنا ان يتعمل البطوله تقريبا مره كل شهر في المكان العالمي. هل دي كانت اول مشاركه للاتحاد السنه دي ولا شاركتوا في المهرجان السنه اللي فاتت؟ لا دي كانت اول مشاركه لينا السنه دي، والحمد لله الاتحاد يعني حاز على اعجاب جميع الناس اللعيبه والمصطفين وكل الناس اللي كانت موجوده في العالمين، ومش عاوز اقول لك كميه المطالب زي ما بقول لك اللي جات لنا ان احنا نبقى متواجدين بره على الاقل كل شهر في منطقه زي العالمين. الناس كمان استمتعت، اللعيبه عندنا استمتعت بالشواطئ بتاعه العالمين، الناس نزلت البحر زي ما بقول لك، الاتحاد اصلا بيضم جميع عناصر المنتخب، رجال سيدات ذو همم كله بيلعب في نفس الوقت، دمج المجتمعي طبقا لتعليمات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمهوريه الجديده ان كل فئات الشعب تقدر تشارك. الاتحاد كمان بيدي هدف وامل لكل واحد ان انت ممكن تبقى فجاه تبقى بطل مصر وتروح كاس عالم، اللي احنا شاركنا في كاس عالم للطاوله، شاركنا في كاس عالم للدومنه وحققنا نتائج كويسه، وان شاء الله الفتره الجايه هيبقى في استضافه كمان لبطولات دوليه في منطقه العالمين. المفروض ان البطوله كانت للمصريين بس، حضرتك قلت ان ممكن كان في مشاركات من المواطنين العاديين، وطبعا احنا بنشوف ان في سياحه عربيه موجوده في مهرجان العالمين الجديده، هل كان في مشاركات عربيه في البطوله ولا كانت مقتصره على المصريين بس؟ لا كان في مشاركات عربيه وكان في مشاركات اجنبيه. انا عاوز اقول لك ان الطاوله والدومنه دي العاب شعبيه بتمارس في كل دول العالم، يعني في انجلترا، في فرنسا، في المانيا، في امريكا الجنوبيه. كان في لعيبه من عندنا كانوا موجودين، يعني ناس من الزوار بتوع العالمين شاركوا، عندنا ناس من امريكا الجنوبيه شاركوا في الدومنه، عندنا ناس شاركت في الطاوله،
من انجلترا ومن فرنسا كانوا لعيبه. عندنا في الكوفو بول دي لعبه هولنديه، كان في بالصدفه هولنديين كانوا موجودين قعدوا اتفرجوا وشافوا اللعيبه شويه. فلا طبعا العلمين مقصد سياحي عالمي بيتروع فيه لكل الثقافات موجوده فيه. ازاي المهرجان كان فرصه للترويج للالعاب الترفيهيه في مصر بشكل عام، وكمان من ناحيه ثانيه ان الالعاب الترفيهيه هي وسيله للترويج للعالمين، وان دي العاب ممكن تتلعب في اي مكان مش مرتبطه مثلا بملعب معين او بمواصفات معينه؟ طبعا منطقه العالمين بتحظى باهتمام اعلامي كبير جدا في الشرق الاوسط كله، فطبعا احنا كاتحاد ان انت تبقى متواجد في مكان زي كده، في كل زي ما قلت لك في كل في فني في ثقافي في كل النشاطات موجوده، كل الناس بتتعرف على بعضها، في احنا موجودين في العالمين زي ما قلت لك، الاعلام تغطيه كبيره جدا، ان في حتى نوع من كمان موجود من اللعيبه عارف الاتحاد، الناس المستضيفين في العالمين، المنطقه كبيره جدا، يعني في اقبال كبير جدا في العالمين السنه دي بشكل كبير، الناس كانت كبيره جدا، اعداد مهوله كانت موجوده، ده الحمد لله طبعا سمح ان ناس كتير تعرف الاتحاد طبعا. هل هيكون في بطولات تاني قريب خاصه بالالعاب الترفيهيه خلال المهرجان نفسه مش بعد المهرجان؟ بتفكروا تكرروا حاجه او تعملوا نوع تاني من انواع المسابقات؟ بسبب الاقبال الكبير كان موجود الفتره على المهرجان اللي كان موجود، ان شاء الله هيبقى في ترتيب ان هيبقى في كمان اكتر من بطوله الفتره الجايه، وهيبقى في اعمار سنيه مختلفه اكبر ومختلفه بشكل كبير، وكمان هنسمح بطوله، هيبقى في بطوله ان شاء الله للساده المصطفين بشكل خاص، هيكون ليهم بطوله منفصله عشان اي حد فيهم يقدر يبقى دي حاجه للعالمين، معموله اوبشن من دكتور اشرف صبحي ان هيبقى في بطل من العالمين يشارك في كاس العالم باذن الله. المفروض كاس العالم هيكون امتى الخاص بالطاوله؟ احنا في كاس العالم للطاوله احنا في عندنا بطولتين، في واحده اونلاين كمان شهرين، وفي عندنا في اليونان هتبقى ان شاء الله في شهر 3، وعندنا كاس العالم للدومنه هيكون في شهر 10. ازاي ممكن من خلال البطولات الجايه ان انتوا تروجوا لمنطقه زي كده، خاصه لو بيشارك فيها كمان اجانب من دول ثانيه سواء يعني من دول اوروبيه او من دول عربيه؟ احنا قدمنا للاتحادات الدوليه اللي تابعه للانشطه بتاعتنا ان احنا ان شاء الله يكون في بطولات دوليه موجوده في منطقه العالمين، ده طبعا هيساعد بشكل كبير، المنطقه كمان معروفه بشكل كبير جدا، يعني مش عايز اقول لك ان احنا اول ما بعتنا في موافقات مبدئيه جات لنا بسبب تحمي المكان وطبيعته المكان نفسها، فان شاء الله باذن الله هيكون في اكثر من بطوله دوليه باذن الله، ودكتور اشرف صبحي يعني اكد على القصه دي ان استغلال منطقه زي منطقه العالمين، فان شاء الله هيكون في اكثر من بطوله دوليه موجوده في منطقه العالمين تضم كل دول العالم، احنا اقل اتحاد من الاتحادات اللي احنا مشاركين فيها الدوليه بيضم حوالي 74 دوله، فطبعا هيبقى فيه اهتمام كبير جدا وهيبقى فيه زوار، وكمان زي ما قلت لك الانشطه بتاعتنا بيلعبها كل فئات المجتمع وكمان ثقافات كتير ودول كتير بتلعبها. نتمنى التوفيق ليك ويكون في بطولات جايه كتير سواء في العالمين او خارج العالمين. بشكرك شكرا جزيلا رئيس الاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه احمد بكري.